لا شوف محمد دور عندي شويه هاك باش ناخذ الزاويه على حساب الاشعه. اذا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه صوت العدل الاعزاء اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من قلب مدينه الدار البيضاء وامامنا وامامكم في الصوره الراقي الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي الراقي ابو نوح واللي بغى يشارك معنا ومعكم مشاهدينا الكرام بعض التفاصيل العجيبه وكذلك اللي غنقولوا انها خطيره اللي كتروج في سيدي عبد الرحمن مول المجمر اللي كتعرفوا مشاهدينا الكرام اللي كيتواجد في عين الدياب اللي كتمارس فيه بعض الطقوس ديال الشعوذه والسحر وامور الى غير ذلك. اذا غنخليكم مع ابو نوح اللي غيحكي لنا ويحكي لكم مشاهدينا الكرام مشترك معنا القصه ديال اشنو واقع والتفاصيل. خويا ابو نوح اهلا وسهلا على قناه صوت العدل. بارك الله فيك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي رامي ابراهيم تنشكرك على هذه الاستضافه هذه. اول حاجه بان في المغرب في الاواني الاخيره كثروا علينا ما يسمى بالشرف. مولات الجواد مول فلان يعني مسميات كثيره ولينا تنشوفوها في الاواني الاخيره. علاش؟ لان ضروري الساحر او المشعوذ تيبغي ضروري يلمع الصوره تاعو بشي صوره جميله اللي غادي تبهر اي رائي او اي انسان بغى يشوف فيه بانه غادي يخرجوا من ديك الحاله ديالو اللي هو تيعانيها. مثلا كما تنشوفوا مؤخرا خرجت واحد السيده في السيده عبد الرحمن تقولوا لها مولات الجواد قالت بانها تضارب مع الجن. واي انسان تضارب مع الجن هذه القضيه ديال تضارب مع الجن انا ما فهمتهاش، لان اي انسان يعني ممكن غيسمع بان شخص يتصارع مع الجن غيطيح ليه في باله بانه راه بالفعل بان هذا الانسان هذه راه تتحارب مع الجن. ولكن لجينا نشوفوها كيفاش تحارب مع الجن غنلقاو ضروري ما دام هي تحارب الجن والا لديها شياطين اكبر في البدن ديالها. علاش؟ لان اصلا هي مقيمه في ذلك المكان وقرب تلكم الاضرحه الا وهو سيدي عبد الرحمن مول المجمر. والاغلبيه الساحقه اللي تيكونوا تما كلهم تيتعطوا الكارطه الدون التفوسيخه وهاد الامور تعرفوها العيالات بزاف. وحتى بان حتى الرجال تا هما تتوافدوا على هذا المكان ديال السيد عبد الرحمن مول المجمر. الرجال تا هما كيجيو كيما السحر. المشكله راه ماشي غير الرجال، راه رجال ونساء وحتى المخنتين وحتى رجال اعمال واداريين. ولو يعني تكون غير جالس تما في هذاك المستنقع ديالهم تقول ما يمكنش هذا الرجل بات العلم وبات المستوى ديال التخصص ديالو جاي هنايا، والعكس والمرأة كذلك والسيارة فخرة وما إلى ذلك. يعني هاد الناس اللي تيقصدوا هاد الأناس هادو اللي تدعيوا بأنهم عندهم جن رباني وعندهم خروقات يعني تيحاولوا يخرجوا الجن بأي طريقة وتيلمعوا الصورة ديالهم. وحنا تنعرفوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا، يعني مجرد الإتيان أي المشي، مجرد أنت غير ناوي غادي عند دوك الناس لا تقبل لك صلاة 40 يوما. هذا غير ناوي أنت غادي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الحبيب المصطفى وإذا صدقه بما قال قد كفر بما أنزل على محمد. أي هذاك المشعوذ أو اللي تدير التنجيم والدون والكارطة وجمعهم كاملين في كفة واحدة، أصحاب الرمل وأصحاب الخيط وأصحاب التكال وهذو كلهم جمعهم إما نصابة وإما مشعوذين وكلاهما واحد. علاش قلت لك نصابة ومشعوذين؟ لأن النصاب تا هو تيستعمل نفس الطرق، تيخدم مع الناس بالإيحاء وتوهمهم وتحاول يعني يستقطب يعني الناس اللي بغى يصيدهم بالطريقة ديالهم وتوهمهم بواحد الشيء موجود وهو غير موجود. كذلك المشعوذ عنده غير بعض الاشياء يعني عارفه من كتب السحر او سامع بها او معود اللي عليها وتحاول يزيد عليها كلمات اخرى وتضيف عليها اجتهادات من عنده وتعطي الناس والناس تصدقوا بالفعل. علاش قلت لك؟ لان المشعوذ والنصاب واحد، لانهم كلاهما خدمه واحده غير تختلف غير في الطريقه. اما الساحر شيء اخر، الساحر قدر اقول لك يقدر يأديك.
سيدي عبد الرحمن شوف الرسول عليه الصلاه والسلام قال من اتقى الشبهات قد استبرا لعرضه ودينه. انا لمشيت سيدي عبد الرحمن المجدوب وغادي نسطر على بين قوسين سيدي عبد الرحمن المجدوب. سيدي عبد الرحمن المجدوب نحن لا نقولها من باب التشريف. نعم. احنا لا نقولها من باب التشريف سيدي، لا نقولها من باب التشريف، بل نقولها من باب التمييز. باش نميزوا النوع احنا اللي تنتكلموا عليه، لان كاين عبد الرحمن بزاف. والمشهور بسيدي عبد الرحمن مول المجمر، نحن نقولها للتمييز ليس للتشريف. فهذاك المستنقع اخي ابراهيم رامي تيوقع تتوقع الرديلة. هذيك المستنقعات غض النظر على السحر والشعوذه، هناك اوكار للرديله. يعني الدعاره والقواده وما شابه ذلك. ما كاينش مراقبه شي حاجه من السلطات. شوف ما تلقاوش دوريات امنيه او لا مراقبه. شوف نقول لك واحد الكلمه باش انا كشخص تنتشبت بها. شي مادام هناك ما كاينش تسجيل لاي شكايه ضد هذاك المكان، كن على يقين بان السلطات ما غاديش تدخل هذاك المكان. مادام ما كايناش شكايه من طرف يعني ناس تنصبوا عليهم او ناس دخلوا من باب العلاج او على عزم على عزم على اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشعوذه. نعم على زعم قولهم بانهم باغيين يمشيو باش يشوفوا ويتعالجوا. انا تنقول لك بانهم راه بالفعل تمشيو على النيه هذه شويه لتولي نيه اخرى، تولي فيها الخمر، تولي فيها الشراب، تولي فيها حتى الزنا، غض النظر على هذيك اللي تتمشي عندها باش تقول لك عن اللي تدير لك الكارطه ولا المجمر ولا التفوسيخه ولا اللي تعبر لك التوكال، هو باصله او بشخصها هي اللي تدفعك عند الناس هذو اللي تستعملوا الجواد. قالوا لك خاصك الرديله والزنا. لا ما تيقولوش هما الجواد، غير هما مثلا واخذين هذيك المزاوله ديال هذيك الشعوذه كحرفه، ومنها حرفه وسط حرفه. يتلعب معاك ها وتلعب معاك ها، وكذلك حتى دوك بعد الرجال تيكونوا تما تما تيمارسوا نفس الامور. وكاينين امور كثيره حتى في الضريح تتلقى في الجانب البحر تتلقى ناس مبتلين، نسال الله عز وجل العفو والعافيه، يعني تشربوا الخمر، كاين اللي تيدير سيليسيون، يعني امور كثيره وشتى، وكاين اللي مريح مع صاحبته كما تنقول. مولاد الجواد انا نقول مجرد مشعوذه ومجرد ان باش مارسي هي على حسب الناس واللي تيعرفوها من قريب، هي اصلا مشعوذه وتدعي بان عندها جن رباني. شفنا عدد كبير بحال الحالات اللي خرجوا في المنابر وفي الصفحات الفيسبوكيه يقول لك انا شريف انا كندير. شنو كتقول لك ماشي لا هذه الكلمه ديال الشريف شريفه؟ هذه الكلمه مشتقه من واحد الشيء جميل الا وهو الانسان عليه ان يكون شريفا عفيفا حليما يعني صدوقا في اقواله وافعاله. استغلوا اسم الشرف في الاعمال. واستغلوا طبيعة الحال استغلوا اسم الشرف باش يشرفوا بالشخصية ديالهم بالقيمة ديالهم، وما زادوا هذا إلا خسران وبهتان على الناس. والله عز وجل هو تفضح ويسر، ولكن لا شافك متماطي وماد في الذنوب ديالك والمعاصي ديالك أو الشرك ديالك ضروري غادي يفضحك الله يوما ما. ولهذا الله يمهل العباد على أن يتوبوا لله جل في علاه. لا إله إلا الله. واش مازال كتمارس الرقيه الشرعيه ومازال كيجيو عليك الحالات؟ الرقيه الشرعيه ولله الحمد مازال تنزاولها، ولا زالت اتصالات عن طريق الواتساب والهاتف، واقسم بالله حالفا غير حانت، يعني الحمد لله كاينين الناس تيثقوا فينا وتيجيو عندنا وتتعجبهم الطريقه ديال الرقيه ديالنا. واللي بغى يتعرف على النوعيه ديال الرقيه ديالي يدخل عندي القناه ديالي اللي كان بسموح ندخل الاسم تاعها. قلنا الاسم ديالك به بارك الله فيكم بعنوان الرقم. انا رقم الهاتف قول له. طيب 07 07 53 38 30. اعيد 07 70
53 38 30. الاسم القناة هي الراقي المغربي أبو نوح أوفيسيال بالعربية وبالفرنسية. بارك الله فيكم، ونتمنى من الله عز وجل باش نتوبوا إلى الله عز وجل، ونتمنوا الهداية لكل شخص معنا، ما تنعيروا حتى شي واحد، غير تنحاولوا نوصلوا الفكرة ما استطعنا. بارك الله فيكم وشكرا أخيرا.